قالت وزارة النقل في جنوب إفريقيا إن حادث حافلة بالقرب من ماما تلاكالا في مقاطعة ليمبوبو الشمالية أدى إلى مقتل 45 شخصاً على الأقل وإصابة شخص واحد بجروح خطيرة. وذكرت الوزارة أن السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بالحواجز على الجسر، مما أدى إلى صعود الحافلة من فوق الجسر واصطدامها بالأرض واشتعال النيران فيها. عاد معرض أرت بازال العالمي في هونغ كونغ الذي يضم 242 عارضاً دولياً من 40 دولة إلى مستوى ما قبل الوباء، حيث ضم المعرض لوحات وأعمال مفاهيمية ومنحوتات لعدد من نجوم الفن والتشكيل وصناع الفن الحديث. كما زار عشاق الفن صالة المعرض 69 وانضم 23 عارضاً جديداً إلى الحدث لأول مرة. ونختم معكم بهذه المناظر الخلابة، حيث تحولت حديقة غويان للكرز جنوب غرب الصين إلى بحر من اللون الوردي، حيث وصلت ما يقرب من 700 ألف زهرة كرز إلى أقصى إزهار لها، مما خلق مناظر طبيعية خلابة تأسر الحواس، حيث تمتزج الألوان الوردية النابضة بالحياة مع المياه الزرقاء الهادئة للبحيرات القريبة. وتمتد حديقة الكرز في غويان على مساحة 1600 هكتار تقريباً.